هاي لي في صافا، كلشي مزيان بخير. توحشكم. اول حاجه اليوم لعب المنتخب الوطني، ما غاديش نمشي نتفرج بوحدي، غنمشي نتفرج انا والدريات وبس ما اختي اخويا هيثم، غادي نمشيو نتفرجوا كاملين. اول حاجه لقيتوني غادي نمشي اول حاجه للصالون، بغيت نركب الشعر، نتسنى نوريكم الشعر. غنمشي نركب الشعر، ولفت الشعر، شوفوا شوفوا ولفتو. دابا يلا غادي نمشي نغسلو ونصايبو شعري. اول حاجه قلت لي غنمشي للصالون. هادشي اللي كاين حبيبه، يا ربي اليوم المنتخب الوطني يربح. انا متحمسه متحمسه متحمسه، والله حتى متحمسه، كنحبكم بزاف بزاف. المهم المفاجاه اللي كنت قلت لكم سيغ تيك توك وانستغرام قريبا ان شاء الله هي اللي قلت لي كنوجد ليها. هذا مكان نتلاقاو في الصالون. دابا بقيتيني غادي نمشي نركب الشعر، شعر كنركبو عند صالون يوكا. شوف دابا غنمشي نهز خوتي باش نمشيو نتفرجو في المنتخب. المهم خوتي اليوم غادي دوزو معايا النهار. اول حاجة يعني هذا اول تاني فلوغ ديالي في يوتيوب، تاني فلوغ غادي نمشيو، غادي نمشيو ان شاء الله نتفرجو في المنتخب انا والدريات وخوتي. صراحة ديك الدريات مخصهاش تبقى تخرج بوحدها، خصها تبقى تخرج معايا انا، دايرة فيها شوية يعني، ما كنخرجش معايا، ما كنعطيهاش وقت صراحة، خصني نبقى خارجة معايا من اليوم، تبقاو تشوفوا معايا اختي الدريات، خاصني نتقرب لها بزاف يعني، ابر انها خاصها بنفساني، خصني انا نتقرب منها بزاف، وانا نحسسها بديك الحنان اللي بغات، فهمتوا؟ هذا ما كان. المهم دابا يلا وصلت للدار، غنبدل الحوايجي، اكتي في الجمال، الدريات راه جات، بس ما هي كانت ماكي، هاي 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 ادرا، هاي صحابي. هاي صحابي، وغناخذوا السقاطه وداكشي اللي غنتفرجوا فيه في المنتخب. او هذا مكان صافي، يلا امشيو دابا للمكافو. شو دابا؟ امشي ايوا دابا غادي نمشيو. ايوا دابا يلا غادي ندير البس توني وداكشي، غنمشيو للكافو غناخذوا داكشي باش نجيو نجلسوا مع لا فامي. يوما سيزا لقيتونا وجدنا. اول حاجه كنتمنوا حد موفق للمنتخب المغربي، ان شاء الله يا رب تربحوا، قولي يا رب تربحوا ان شاء الله نربحو. اول حاجه كنت مبقاو للدريات باللي انا نديها للكارفور، اول حاجه غنجيبو السقاطه ونجيبو داكشي وغنتفرجو مع جدي الفوق. احد الفراجه مع العائله كتكون زوينه، كتحسي بواحد الجو عائلي واعر. اول حاجه هذا مكان صافي. اول حاجه غنمشيو دابا كارفور، شو الكارفور هذا ما مزاكلاش معايا، ضروري نمشيو للكارفور دابا، ما مزاكلاش معايا. ها زاهي زاهي زاهي، وانا كنخسر فلوس زاهي. المهم درت مسابقه للدريات وهادشي اللي خدات من عند هادشي اللي خدات. شوفوا شوفوا شوف خدات، كل انا درت مسابقه والله حتى كنت درت كلشي جمله 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 جمله. فين ضحكتك والله جد دابا؟ ما ضحكتش ما والو، ما ضحكتش ما والو دابا. المهم دابا بغيت نصايب، بغيت نصايب طاكور، بغيت نصيب طاكور، خاصني خاصني هذا معك هاد هاد. قال يلا بيني لي شنو هذا، كنتقدوا انا الدريات. هذاك هذاك اختي، يلا زيد يلا سير يلا سير، حيت اصلا مش هي طاكوز ديال الدار وغتصيبوا لي الدريات. حيت والله حتى صوبو كتعرفي صافي. سعداتي انا سعداتي، شكون عزل لك هادشي؟ انت انت الساره. صافي يلا نمشيو، يلا يلا زيد يلا 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 يلا. هاي خوتي صافي، كلشي مزيان بخير. 6 الصباح، هادي 6 الصباح، الدريات اختي ناعسه، وقلت غادي نوض وغادي ندير فيها هاد البرانك ديال الجنون. هي باغا تسبق لي واحد البرانك، هي باغا تسبق لي واحد البرانك، وانا فهمتو قلت انا غادي نوض ونسبق لها هاد البرانك، بما انها 6 الصباح هادي وهي كاو ناعسه، فدابا غادي ندير لها برانك ديال الجنون. كنهضر بشويه حيت هي ناعسه دابا. شوفي اكرام، ديري في تليفونك مع الباب صوت الجين، صوت الجين صافي، ونعسو تسني تسني. نمشي ندير الفلا ديال التليفون، نمشي نديرو فهمتي، تسني تقي يقدر الداخل ما يبان لكم والو، ولكن تسجل معاك فين يخرج. اسير اسير، ولكن ولكن مع الداخل كاين الظلمه في البيت فهمتي، غندير غندير الضو الصفر صافي.
صافي كنضحك معاك يبا كنضحك معاك اقسم بالله كنضحك معاك وعفاني يبا كنضحك معاك والله حتى كنضحك معاك اقسم انا فيقت الدار كلها حقا صافي فيقي واخا فيقي صاحبتي انتي شوفي غير الدريه برانك صافي انا ديش هاد بنوت انا ديش هاد بنوت انا الدريه فاشله صاحبتي الدريه فاشله صافي انا نوض ديش هاد بنوت الدريه فاشله صاحبتي صافي انا نوضي ونوضي يا صاحبتي نوضي هاك انا كنضحكو وي ولي طلعت سخينه صاحبتي اقسم بالله صافي شنطه شنطه صافي يلاه فيقي فيقي انا دافيقي صافي فيقي فيقي دابا هاكي هاكي صافي صافي كتقول صافي والله كنضحك معاك ما عرفتش انا غنعاود الفيديو كيفاش داير صافي 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 واو خوتي انا كنت معاول ندير داك البرانك راه بلي رشقات ليا نط وانا نديرو المهم اليوم انا جيت انا وسعاد وشيماء كنا جينا لبن سليمان فهمتوا وشيماء راه عندها حتى هي شي ندير يوتيوب فهمتوا حتى هي امينه شيماء سعاد راه فهمتوا بس عنده في البرنامج ما كانش دوزني مرة تانية دوزي بس وعاد مرة تانية دوزي ونجيبك راح حركتك كانت جري لي لا عفش غندي سعاد طريفة سعاد انا عزيزي عليا والله عشيت لو انا ما عنديش اختي كبيرة انت اختي كبيرة عندي تيا انا بحال ماما كان عندي تيا سارة باسطة صاحبتي اميمة وشيماء الله يحفظك